معانا النهارده حالة إنسانية، وزي ما قلت لحضراتكم احنا بنعتذر لكل الحالات اللي لسه في طبعا حالات انتظار، في احنا لازم نتأكد من الكهنة ولازم نتواصل عشان نتأكد من الحالة، فعشان كده يمكن عندنا يعني شوية بيسموها ويتنج ليست او يعني قائمة كده في الانتظار، فاستحملونا معلش. وبرضو مهم جدا ان احنا يكون في تواصل للتأكد قبل ما بيكون في المداخلة. الحالة اللي معانا النهاردة مريم جرجس، اهلا بيك يا مريم. حضرتك يا دكتورة عاملة ايه؟ اهلا بيك، انتي طمنينا عليكي، ازي وكنا حضرتك؟ سمعنا ان انتي في مشكلة وانك اتطردتي من الشقة اللي انتي فيها، فاحكي لنا ايه اللي حصل معاكي. اولا انتي في انتي انا من انهي حضرتك منطقة؟ انتي من انهي منطقة يا مريم؟ انا من عين شمس. عين شمس. من عين شمس. طيب، وعندك كام اولادك؟ قد ايه؟ انا عندي تلت 3 اولاد، عندي تلت اعمارهم اولاد. ايه؟ عندي واحد عنده 18 وواحد عنده 17 وطفل عنده 4 سنين. وطفل 4 سنين. طيب قولي بس لنا بقى ايه المشكلة اللي انتوا بتعانوا منها، اتفضلي. عندي خلاص سكن ايجار قديم، وفي حد بالبيت مصمم ان هو ماشي كل يوم في العمارة، مش من اخر ليه مفيش حد تاني معايا، يعني ومصمم ان هو مشينا، يعني لو جايبين لنا بطارية يمشونا، وانا بقيت خايفة انا واولادي بصراحة ومهددين كل شوية، يا إما يجيب لنا بطاقة يخبطها على البرنامج ويمشونا معاك في حد في العمار. فإحنا بقينا خايفين مش عارفين نعمل إيه. فمشي في الآخر آخر ما زهقنا ولقينا إن إحنا كل شوية تهديد، فمشينا سيبنا البيت وسيبنا حاجتنا سيبنا كل حاجات، يعني حالنا وكل حاجة كنا بنعتمد عليه. من اللي في قد ايه البيت مشيتوا من البيت؟ من قد ايه؟ من كام يوم كده ماشيين؟ إحنا عندنا يومين سيبنا البيت ومشينا، وإحنا عند خالة جوزي بس مشينا النهارده مش هيشم بكره، وانا قدامي يعني كده قدامي ايجار قديم كل قال لي ب 40 واللي قال لي ب 30، وانا معيش تصدقيني اي مبلغ من الفلوس دي، معيش خالص ومليش حد، والكنيسه عندنا طبعا على قد حالي ومليش حد صدقيني يقف جنبي غير ربنا ويقول وحضرتك وبيسمعني، يعني نفسي حد يقف جنبي يعني صدقيني. انتوا دلوقتي فكرة ان انا الوضع انه هو مشى كل الناس وكنت انتوا اخر اسرة، هو عايز يعني عايز يعمل ايوه يهد البيت ده ويبنيه، ولا ايه؟ ولا هو عايز يسكن ناس غيركم، ولا ايه الوضع؟ ليه بينطردكم؟ لا هو مش عايز يتحجم اساسا، هو عايز يهد البيت يهد البيت وياخده من بابه. طب احنا مالناش حد نروح وما فيش حد بيشيل حد يا دكتوره منى، ما حدش بيشيل والقانون 6 افراد بيديله الحق ان هو، لانه ده انتوا كان ايجار ايه اللي انتوا فيه ده؟ ايجار قديم يا حبيبتي، ايجار قديم والإيجار القديم هو المفروض مش إن، طب بيديله الحق يعني ما بس حاولتي تروحي المرتبه طب شوفي القانون يحميكوا ولا ما؟ المرتبه ما احنا نقول لنا ربنا يكرمنا صدقيني. هو رفض ياخد مننا الايجار بنحطه في المحكمه، فبيقدر يرفض ياخد الايجار عشان يمشينا، احنا بنقول له هتمشي ولا هتمشي، ومفيش قعد ليك ومفيش غير نفسنا في البيت. عارفه بقى طبعا تجيبي صوت تجيب بورتجاليه ويهد يمشيكي بالذوق او بقله الادب، انا اسفه احنا كده، بس انا بتمنى بس اللي بيسمعني يا ربي يحنن طب قلبي، انتوا بتشتغلوا لان حاجة انا انتي قدامي وجوزك؟ بتشتغلوا حاجة؟ انا لا انا كنت شغاله بس بقيت تعبانه وما بقتش قادره اكمل شغلي، بس عندي امراض كتير. وجوزك طيب ايه، ما وجوزي بيشتغلش؟ هو شغال ب 1000، نعم ليه؟ جوزي شغال ب 1200 في الشهر، جوزي معلش بس قولي شغال تاني، لانه انا مش مالوش سامعة شغل كويس، في بالراحة الشهر. بالراحة يا مريم. جوزك بيشتغل حاجة؟ مش حاجة جوزي شغال، ايوه سواق برخصة خاصة بياخد 1200 في الشهر، وانا مش 1200 في شغاله الشهر. صدقيني وانتوا الوضع امانه. دلوقتي ان انتوا مشيتوا بسبب التهديدات بتاعت صاحب البيت ده، وانه خلاص كده مش قادرين ما هو لان كل بيهدد شوية البيت، بلطجية، ولقيتي حاجة بكام دلوقتي حاليا ايوه عشان تنقلي فيها؟ بصي حضرتك قدامي حاجه ب 40,000 جنيه، وفي اول الناس قالوا لي ممكن تدفعي اللي معاكي، وانا ما معيش حاجه صدقيني، يعني قالوا لي على الاقل حتى لو تجيبي 30 قطعتي ال 10 يبقى يا ريت يعني، بس انا ما معيش ولا حاجه يعني هو صدقيني موافق ان ممكن مش حتى عارفه. اي مبلغ مش اقل من 30 اللي يدفع الاول عشان تنقله؟ اه يا دكتورة منى يا ريت يا ريت يا رب يعوض كل واحد يقف جنبي يا رب ويعوضك يا رب، يعني ارجوك بتمنى وانتي بتقربوا معايا وولادك بجد. دلوقتي حاليا يعتبر كده مطرودين، او يعني خلاص سبتوا الشقة اللي انتوا فيها اه طبعا وعايشين عند ناس احنا قرايبكم؟ مالناش حد، يعني احنا قاعدين شوية بس لو شريك النهارده مش هيشيلك بكره، احنا طبعا. ستة نفار يا دكتورة منى مش واحد ولا اتنين، ليه 6؟ لا استني، احنا انت ستة قلتيلي ان نفار انت وجوزك وتلاتة،
ثلاث اطفال يعني خمسه، مين السادس؟ وحد وحميد وحميد حماتي حميتي معايا حميتي. يعني انتوا ست نفار، يعني محدش طبعا يقدر. طيب يعني يا رب كده ان شاء لا الله ما يحنن قلب المشاهدين انه المبلغ يعني المطلوب بشكل، المبلغ كله 40,000 والمطلوب بشكل عاجل 30,000، وان شاء الله يا رب يعني يجي لك المبلغ ده بسرعة، ومجرد ما هيوصل هنوصله لك في اسرع وقت علشان تقدري طبعا تنقلي وما تحملوش على قرايبكم كتر خيرهم طبعا. وتحبي طب تقولي حاجة تانية يا مريم؟ اتفضلي. انا بتمنى بس يستجيبوا في خلال الاسبوع ده، لان انا مش قادره اقعد عند حد من ولادي، ودني الصغير انت عارفه الطفل شقي، مش عايزه اقعد عند حد اكتر من كده، فعشان خاطر المسيح اللي بيسمعني بقوله، عشان خاطر المسيح بس، عشان ماشي، خاطر ربنا يكونوا بس يقفوا جنبي، ارجوك يا دكتوره. ربنا يتمجد يا مريم، واول ما يوصلك اول حاجه هنحاول حتى نوصل لك عن طريق اي حد لغايه ما نحول المبلغ لمصر، بحيث ان ده طبعا حاجه عاجله، وان شاء الله يا رب ربنا يعني يحنن القلوب كده عشان تقدري ان انت تمشي انت وولادك وحماتك باذن الله، وتستقروا في مكان، وربنا يا رب أنا كده واثقة في ربنا، ان شاء الله أنا عندي ثقة في ربنا ملهاش حدود. ان شاء الله. ربنا يعوضكم ويكون معاكم يا رب، ويا رب ربنا تيجي عندنا معاكي، بإذن ربنا يا رب. معاكي ومع ولادك، وان شاء الله يا رب تتحل المشكله باذن ربنا في اقرب وقت باذن الله يا مريم. ربنا معاكي. مريم جرجس من عين شمس مطروده دلوقتي من شقتها بسبب التهديدات، ومحتاجه عاجل 30,000، المبلغ كله 40,000. ربنا معاكي يا مريم.